وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلكم من الشاهدين. الجمع الطيب المبارك لكلام يعلو فوق كلام الله، فنعود مرة أخرى بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد اللطيف قبيل، القارئ والمقيم بكفر الدير. أسأل المولى العلي القدير له بحسن التلاوة، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصالحين. والذين تدعون من لا يستطيعون نصركم ولا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بسم الله الله الذي نزل
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله. بسم الله الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاستعذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهدى ورحمة لقوم لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
له يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ويسبحونه وله يسجدون وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد اللطيف قبيل القارئ والمقيم بكفر الدير في ليلة التكريم لأم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم حلم حرم المعلم صبحي علي والسيسي ووالدة كل من المعلم سمارة السيسي والمعلم سليم السيسي والمعلم صبحي السيسي شاكرا على لسان الأبناء الأعزاء والعائلة الكريمة وجميع أصحاب الواجب بقرية بنتف
يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من حضر ليواسينا، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يجعل ثواب كل آية تليت علينا نورا يتقاطر على قبرها فيكون روضة من رياض الجنة. شكر موصول لصاحب الهندسة الصوتية الإذاعية دارة البشمهندس أحمد السباغ ابن قرية بنات، وإلى صاحب واجب الضيافة والخدمات المتنقلة المتر محمد القط ابن قرية الربعماية، وإلى مخرج الروائع القرآنية البشمهندس ناصر صلاح والبشمهندس صلاح ناصر صلاح الجمع الطيب المبارك. إلى هنا يتوقف إرسالنا على أمل أن نلتقي حضراتكم بعد صلاة العشاء. شكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام.